متابعينا الكرام على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أهلا بكم أينما كنتم تتابعونا في سياق متابعتنا لدور 16 من دوري أبطال آسيا بيومه الثاني الأخير، حيث يلتقي السد القطري مع بيرسبوليس الإيراني والموقع السعودية الخالصة بين النصر والتعاون. مباراة السد وبيرسبوليس هي السابعة في تاريخ لقاءاتهما في هذه المسابقة، سبق لبيرسبوليس الفوز 3 مرات مقابل فوزين للسد وتعادل يتيم بينهما. السد يدخل اللقاء وعينه على استرداد أو استرجاعه لنغمة الانتصارات وتوازنه فوق الميدان، سيما بعد الخسارة الأخيرة أمام سفهان الإيراني بهدف لـ2. قال بعدها المدرب تشافي أنه دعم وحث أداء شبانه بالتشكيلة يومها، وقال أنه سيعمل على سد الثغرات التي أدت إلى هدفي اللقاء في مرمى، وبالتالي استعادة صورته التي ظهر بها كوصيف للمجموعة الرابعة بـ9 نقاط. طبعا هذه الكتيبة هي الأعلى تهديفا بين منافساتها في منطقة غرب آسيا في هذه النسخة مع 14 هدفا، طبعا دخل في مرماها 8 أهداف في المقابل، وهي من الفرق التي دخل في مرماها أعلى معدل أهداف في دور المجموعات. البطل 2011 السد لا يطمح فقط لتخطي بيرسبوليس في دور 16، إنما لتكرار إنجاز 2011 وحصد لقب هذه النسخة. سبق لبيرسبوليس أن أخرج في نسخة 2018 السد من نصف النهائي، لا يريد تكراره في دور 16 هذا الموسم في هذه النسخة، وبالتالي لا يريد تكرار أن فقط يصل إلى نصف النهائي في النسختين الأخيرتين ليصار إلى تتويج يطمح له بقيادة تشافي هذه المرة كمدرب بعدما كان لعب أمام بيرسبوليس عام 2018 كقائد للفريق. السد إذن دخل الدورة 16 كوصيف للمجموعة الرابعة بـ9 نقاط من فوزين و3 تعادلات، مدجج في هذه المباراة سيكون بكتيبة من النجوم يتقدمها حسن الهيدوس، أكرم عفيف، بغداد بنجاح، الإسباني سانتي كازورلا. سيكون لقاء متقاربا تكتيكيا وفنيا على حتى على المستوى البدني، التحضير الذهني عالي سيكون جراء المباراة التي من المرتقب أن يكون فيها بيرسبوليس على أتم استعداد لاستكمال ثباته في النتائج، حيث كان فاز في 3 مباريات من أصل 4 أخيرة خاضها، سيما الأخيرة منها أمام الشارقة الإماراتي برباعية كان يحتاجها فعلا بفارق الأهداف وبعدد النقاط لكي يتأهل كمتصدر للمجموعة الثالثة بـ10 نقاط. أرقامه هي تقريبا الأعلى من الأعلى بين المنافسين. بيرسبوليس لناحية الاستحواذ على الكرة، دقة في التمرير، معدل الأهداف، معدل هدف فاصل 3 في كل مباراة. هذه الأرقام تجعل من المباراة متساوية في مجمل خطوطها الثلاثة، الهجوم، الوسط، الدفاع، حتى على مستوى خطوط الجناحين في الرواقين الأيمن والأيسر. المباراة ستكون قمة في الروعة، نعيدكم بمباراة رائعة، ندعوكم لمتابعتها. وفي المباراة الثانية طابعها سعودي بحت بين النصر والتعاون. النصر والتعاون سبق لهما هذا العام أن التقيا 3 مرات محليا، انتهت كلها لمصلحة النصر بينها السوبر السعودي. النصر يعيش حالة مستقرة ومستوى فني عال يؤهله ليسعد جماهيره ويحقق طموحه هذا العام بالمنافسة الجدية على اللقب، لقب دوري أبطال آسيا، وهو طبعا كان وصيف على نسخة 95، متصدر مجموعته بغض النظر عن مباراة العين الأخيرة، كان يريح في المباراتين الأخيرتين معظم نجومه لاستعداد لأدوار الإقصائيات. المدرب البرتغالي روي فيتوريا سيعود بكتيبته المدججة بالهداف المغربي عبد الرزاق الحمد الله، عبد الفتاح عسيري، خالد الغنام، عبد المجيد سليم، سلطان الغنام للمنافسة، إضافة إلى الحارس الأسترالي المميز براد جونز للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا لهذا العام.
في المقابل التعاون الذي حقق المفاجأة الكبرى في مجموعته بإقصاء التحايل بهدف متأخر مفاجئ بسيناريو دراماتيكي سمح له التأهل على حساب التحايل القطري بفارق المواجهات. طبعا يدرك جيدا مدربه الفرنسي كارتيرون النصر لأنه سبق له أن دربه في عام 2017، وبالتالي سيتحضر فنيا وتكتيكيا بشكل جيد لكتيبة النصر لأنه يعرف معظم اللاعبين فيها، ويعوض سلسلة الإخفاقات والنتائج المهزوزة والثلاث هزائم مؤخرا قبل الفوز المفاجئ أمام التحايل ليعود ويلتحق بركب المتأهلين إلى دور 16. سيجهد لتعويض الموسم التعيس إذا صح التعبير للتعاون محليا علّه ينتقل إلى الدور الربع النهائي، وبالتالي تحقيق قفزة نوعية في دوري أبطال آسيا من مشاركته الثانية. النجم محمد السهلاوي الذي لعب لعشر سنوات مع فريق النصر ويخبره جيدا يدرك مفاتيح النقاط القوة والضعف للنصر، وسيساعد الجهاز الفني في كشف تفاصيل نقاط القوة نقاط الضعف في داخل الصفوف الفريق المنافس علهم يقتنصون هذه الفرصة ويتأهلون على حساب النصر إلى ربع النهائي. ترقبون إذن مشاهدين الكرام في هذه المتابعة الشاملة لدوري أبطال آسيا، نحن في دور 16 في ختام هذه الجولة باليوم الثاني، السد القطري أمام بيرسبوليس الإيراني إذن، والتعاون السعودي أمام مواطن النصر في مبارتين أخيرتين من دور 16 عن بطولة غرب آسيا من دوري أبطال آسيا. متابعة طيبة نتمناها لكم، سنكون وإياكم في فيديوهات في ربع النهائي ونصف النهائي، فإلى اللقاء.